مرحبا. بفيديو قبل لإلي حكيت شوي عن المعنى، عن الأربع معاني المفروض نفرق بيناتهم، وشوي عن شو لازم ناخد بعين الاعتبار لما بلش أتعلم لغة. هلأ في كتير منا يمكن أول تجربة لإلهم لتعلم اللغة أو لتعلم شي بده حفظ، لأنه اللغة كمان بدها حفظ الكلمات والعبارات الجديدة. لهيك حاب شو أقدم اليوم شوية اقتراحات لشو الطرق اللي ممكن الواحد يتبعها ليكتسب المعنى الاصطلاحي اللي هو أول معنى حكينا عنه. طبعا المعنى اليوم هو اقتراح، مجرد اقتراح مبني على معرفة وعلى تجربة شخصية. لا أدعي إنه عم أقوله اليوم هو شي علمي أو هو شي رح يمشي على الأكيد، مجرد اقتراحات بحب أسمع اقتراحاتكم كمان. على كل حال، المهم لما نحفظ هالمعنى إنه نشغل حواسنا كلها، يعني نظر، سمع، لمس، ذوق إذا فينا مع الأكل، لحتى يعلق هالمعنى بمخنا من كذا طريقة. مثلا فينا نجيب النوت هودي اللي بيتلزقوا ونصير نلزق على أغراض البيت، مثلا إنه هاي طاولة هون، نكتب الطاولة ملزقة، ركاية ملزقة عليها، وهكذا لكل أغراض البيت. تاني شغلة كاقتراح تاني هو إنه نشغل سمعنا من خلال أغاني، من خلال مقاطع من أفلام، خاصة لو بنعرف الترجمة، خاصة لو عقلنا عم يجرب يشتغل حتى من وراء فيديو كليب، من وراء الفيديو، من وراء شو عنا معلومات عن هالفكرة، هالغنية، هالفيلم، نجرب نكتسب كلمات جديدة. طبعا خلال التعلم يفضل تجنب اللغة العربية أو لغتنا الأم. ليش؟ مبدئيا اكتساب لغة جديدة كان نشبهه بتجربة الاستحمام لما الواحد بده يتحمم. التياب اللي عليه الواحد يعتبرها هو لغته الأصلية اللي صارت بالعادة جزء من شخصيته، جزء من كيانه. بس هو رح يشيل تيابه شوي لحتى يفوت يتحمم، لحتى هالمي والصابون يقدر يلامس جسمه، لأنه بحال خلى تيابه عليه وفات يتحمم رح يكون التأثير عكسي، يعني بدل ما ينضف يشيل الجراثيم رح يمرض ويركب جراثيم زيادة. نفس الشي باللغة عن تعلمه، يعني أنا لما عم بتعلم عم ركب لغة على لغة تانية علي رح أتضرر، يعني مش رح أستفيد من اللغة اللي عم بتعلمها. وحتى لغة الأم ممكن يتركب معي عبارات جديدة ما إلها طعمة، ما إلها معنى، بصير في تخربط بالفهم. لهيك يفضل بدل ما ناخد كلمة عربي كلمة ألماني مثلا، ناخد كلمة ألماني مع صورة، ناخد كلمة ألماني مع سطر تسليد ألماني، ونجرب من سطر لسطر شو الكلمات اللي نعرفها فيهم، ونصير نجمع المعنى ونكتسب كلمات أكثر. ما في داعي أقول إنه نتجنب كمان الترانسليشن، يعني اللفظ المكتوب لغة تانية، مثلا حالوت مكتوب هاء ألف لام واو. نتجنب هالشي ليش؟ لأنه القيمة الصوتية تبع كلمة أو تبع حرف قد تكون مختلفة كتير. مثلا حرف الياء بالعربي في يعطينا قيمة إي، في يعطينا قيمة إي، في يعطينا قيمة ي، وإذا كان منون كمان أو محرك أحلى وأحلى. فهالاختلاف هالاختلاف بالصوت أو بترجمة الصوت ممكن يعلمنا اللفظ غلط،
والإنسان ما تبلاش يتعلم الشغلة وتتعلمه وركبت المخ غلط، في صعوبة يجي يصلحها على ما إنه يتعلم صح. لكن هودي كانوا شوية اقتراحات على السريع عن موضوع كيفية اكتساب المعنى، المعنى الاصطلاحي خاصة. طبعا بيهمني أعرف تجاربكم، بيهمني أعرف شو الطرق اللي بحب واحد يعتمدها لتعلم هالمعنى تحديدا. وباي.